عطاكم هاد بيزين، ولكن كاين اللي ما عارف شروط النكاح. علاش كريدي لك قدام الله الا كاين اللي ما يعرف ينكح مرتو؟ شروط النكاح ما يعرفو. الحلال يا رسول الله شروط النكاح اربعه: الاولى البسمله، الثانيه المداعبه، الثالثه الملاعبه، الرابعه القبله. اي مراه فوق الارض عندها الغريزه فين كتجيب البريزيل ديالها. كاين الراجل اللي كيلقى المراه في بيت نعاس محلقه مزوقه معكره، حدو كيوصلها كيطلع فوق منها كي الحيوان. حرام. لا تنكحوا نساؤكم كالبهائم. المراه طيبها وقليها وبزرها وكل تبنن فيها. المراه جات عندك اش خصك دير؟ راه كاينه المراه اللي عندها الغريزه تجيب البريزيل من راس ديال البزوله، كاينه اللي عندها الغريزه عند البول، كاينه اللي عندها الغريزه باب الديوانه، كاينه اللي عندها في الشعر، في الودن، في هرانجو. ايوا اش غدير؟ لالا حنان محلقه ومزوقه ومعكره جات عندك، اش غدير؟ ديها وجيبها، عطين وحركها حركين بوسها بوسعين. ايوا سير راس البزوله، حكا حكا تلقى الفول، الا نسمع لالا حنان. العافيه شعلا في باب لاكار، كتقول لك نعمه طلع بالحاج، قول لها القاعده، يالله يالله يالله، الا تسمع لالا حنان. وهذيك الساعه قيم بها الدغاري ديالك، ضربوا معاك الشكراني جيب السرعه الثانيه الثالثه، عمل المسدس مليح، طلع عجب الله طلع زرع القرطاس، وتسمع طنان 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 طنان، النقطه الاولى كتجي 190، كتصودها في نعيمه كيلعب فيه، ونعيمه مشات في الغيبوبه، وحنان فينا وحنان. حنان تلقات البيروار تلقات الاخرى وحنان وانا مشات جمع لي البيروار ديالها وغطيها وحط واحد المخده وتكلم معاها وحنان مشات حنان خليها حتى تبرد الى نشوفها كتكسل اعطيها واحد الكاس ديال الماء شرب تبرد قلبها مسكينه عرقانه الله يعطي ربك الرحمه اعطيها الله يعطي ربك الرحمه واحد الورقه ديال كلينيكس بابا 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 مالك حنان سخونه قادره بنتي غير الحوالي سخنك ما قادير بارد خليها تلسع العرق ديالها قول لها باش حسيتي كتقول لك حسيت بشي حاجه طلع معايا وهبط ومشى العقل هذا هو الحوا ماشي المراه كتقول لها باش حسيتي شي حاجه كيهرني هذا ربي يحوي ما يخلي لي حوي وفي الصباح كتقول لي حنان كتقول لك نعم كتقول لها شكون باك تقول لك انت بابا